مشاهدينا، اختلفت الثقافات أكيد، ولكن فرحة الأطفال واحدة في أي من الثقافات، وفرحة الكبار بعد. يعني حتى أنا فرحانة في هذه ومسكتها عشان أقدم هذه الفقرة. طبعا مين مننا ما يعرف البنياتا اللي نعلقها في الحفلات ونضربها بهذه العصاية عشان تسعدنا بمحتوياتها من الحلويات والألعاب الصغيرة ممكن ويفرحون فيها الأطفال وحتى الكبار. أكيد طبعا اليوم معانا متخصصة في تجهيز الحفلات اللي راح تكلمنا أكثر عن مجالها في صنع وتجهيز البنياتا للحفلات، وخصصت أكيد لبرنامج سيدتي هذه الهدية عشان نجربها سوا اليوم. واكيد نرحب بضيفتنا في الاستديو زينب المالكي. مساك الله بالخير يا زينب. مساك الله بالنور، حياك الله حبيبتي، سعدتوني وشرفتوني بتواجدي معاكم. يا هلا وسهلا فيك. اول شيء شكرا على الهديه الجميله هذه. انا فرحانه بالعصايه وريم واحده ماسكتها ريم. العفو، الله يسعدك. وبعد شوي بتورينا ايش الفكره وايش اللي راح يصير. لكن قبل ما يعني ممكن نجرب البنياتا اللي جبتيها لسيدتي اليوم، ايش البنياتا ومن وين جت فكرتها؟ في البداية هي البنياتا، هي يقولوا أصلها من المكسيك، يقال إنها من المكسيك، تولدت في المكسيك يعني. فالفكرة هذه جميلة، يعني تدخل الفرح والسرور يعني على الأطفال، فهي شيء جديد. حلو. شيء جديد في عالم المناسبات وفي الأشياء الحفلات وزي كذا. جديد عندنا قصدك. جديد عندنا. بس هي قديمة في المكسيك. بالضبط، هي الفكرة قديمة في المكسيك، إسبانيا، إيطاليا، الدول الأوروبية. حلو. عموما، بس في السعودية هي الفكرة جديدة. بالضبط. جميل. طيب كلمينا عن المواد اللي بتستخدميها عشان تصنع البنياتا. المواد اللي بستخدمها لصنع البنياتا هي شيء أساسي، يعني في قاعدة أساسية وتختلف من شكل لشكل. عندك الكروية، المواد الأساسية فيها هي الورق، وعندك المجسمات الكرتون. فبعد كذا يجي نلجي للكريشة، نجي لمواد التزيين، نجي للقبعات، نجي للأشكال الثانية. بس الكرتون ما يكون كمان قوي بالمره عشان لا يتفق. بالضبط، هو الـ زي ما قلتي الكرتون له نوعيه معينه من الكرتون، مو اي كرتون يناسب. صح. والورق كذلك، مش اي ورق، كمان نوعيه الورق، حجم الورق زي كذا برضو يفرق، يعني من النوعيه للنوعيه. حلو. طب يعني تشوفين عليها طلب هنا كثير زينب؟ يعني الحمد لله بالفعل، يعني بعد ما انتشرت في الناس وصاروا الناس يعرفونها حاليا، فالحمد لله الطلب عليها يعني واجد، خاصة في فترة كورونا. إيه؟ اللي شفتي الكل يدور على شيء يسعده ويبسطه هو في بيته، يعني بين أطفاله. الأطفال. صح. فالحمد لله يعني عليها طلب كثير. تشوف أعياد الميلاد يمكن أكثر شيء ولا حفلات مختلفة؟ والله الحمد لله هي في كل مناسبة، يعني الحمد لله هي كانت هي في موسمين معينة، في موسم الحج وموسم عيد الفطر المبارك. فالحمد لله بعد كذا صاروا الناس لا توسعوا ويعرفوها، فصاروا يطلبوها في مناسبات العيد الوطني، حفلات التخرج، النجاح. الله. حفلات أعياد الميلاد زي ما ذكرتي، في كل مناسبة جميلة لها بنياتها خاصة فيها. بنياتها خاصة. جميل. طب بالنسبة لتصميم الأشكال وشكلها، يعني مين بيختار الشكل؟ انت ليكي اشكال محدده ولا على حسب رغبه الله؟ والله الحمد لله احنا بالمجمل احنا مفتوح الاشكال عندنا، زي ما تحبي. بالعاده يعني اقول للعملاء حقيني انه اختاروا من الحساب حقي او انه يجيبوا لي اي شكل خارجي انا اصمم لكم، ما عندي مشكله. يعني ما عندي مشكله في التصميم اي شكل خارجي، اي ديزاين سواء كان مجسم او كروي، ما عندي مشكله فيه. طب يعني زينب، يمكن السؤال اللي يطرح نفسه، يعني بما أنها حاجة دخيلة نقدر نقول علينا هي من ثقافة مختلفة، شيء جديد علينا احنا كسعوديين ومجتمع سعودي، فمن الصعب انك يعني تلقين احد يعلمك، فكيف تعلمتي؟ صح. يعني شوفي، هي الحمد لله هي الفكرة جديدة فعلا، بس احنا ما شاء الله يعني المشروع هذا قائم علي انا واخواتي. ما شاء الله. فالحمد لله عندنا الحس الفني فيه، فاحنا ما ادري احنا تخصصكم في وحدة منكم مثلا درست؟ شوفي، هو مو تخصص، هو حس فني، هو ابداع، يعني لازم. جميل. شوفي على كثرة اللي يعني الاشخاص اللي بيسوي بنياتها، الا انه سبحان الله لكل شخصية رسمة ابداعية، يعني هو زيه زي الطبخ، شفتي لما تكون نفسك 100%. في الطبخ تختلف، فيكون انت شغلك في البنياتا يختلف. يعني لو حتى لو فرضا شخص سوى زي البنياتا هذه، اعرف انه هذه البنياتا مو شغلنا. فلنا طابع مميز، لنا شخصيه مميزه كذا في البنياتا،
معروف انه هذا اوكي، هذا بنيات اللؤلؤ معروف يعني. الله. فالحمد لله هذا الطابع والحس الفني اخذناه من الوالده الله يذكرها بالخير يعني مسي عليها. فهذا الطابع الفني والحس الابداعي اخذناه من الوالده الحمد لله، وابتدينا يعني في هذا. يعني احنا بنشوف بعض من الاشكال المختلفه للفنيات اللي بتسووها، والحلو انكم برضو بتحطوا فيها شيء من تراثنا يعني. العروسه بتكون لابسه اللبس حق القرقيعان مثلا وكذا يعني. اي لكل مناسبه شخصيه معينه يعني. حلو. زي ما يحب القرقيعان، في بعض الناس حتى يطلبوا صور لاطفالهم، يعطوني صور اطفالهم احطيها على البنيات، اسوي لنا مجسم على هذا الشكل. بالضبط الحمد لله. فهي كل اي فكره موجوده، اي صوره موجوده ممكن اني اطبقها، ما في شيء ممكن تطبق. قديش تاخذ منك وقت عشان تصنعي واحده بنياته زي هذه؟ هو يعتمد على شكل البنياته هو في الاساس. أي. في اشكال بسيطه سهله ما تاخذ مني مثلا يوم، ما تاخذ مني يعني في اليوم مثلا تكون 4 ساعات زي كذا اخلصها كامله. في بعض الاشكال لا تاخذ فتره معينه تاخذ يعني، وعلى حسب كمان الساعات اللي انا اشتغل فيها وفضاوتي في البيت انا قد ايش اشتغل فيها، فما اقدر احدد لك بالضبط. زي سيدتي مثلا اللي سويتي لنا هي. سيدتي هذه يعني تاخذ وقت لان الشغل فيها كثير، شايفه كيف اشتغل فيها يعني تفاصيل. اي بالضبط، حبه حبه يعني حبه اخذت مني تقريبا من غير مبالغ 3 أيام بمعدل ساعتين في اليوم. يا الله. واو يديك العافية. الله يعافيك. بس أنا بدي أعرف كمان الأشياء اللي محطوطة جوا، يعني أنت تحطيها أو كيف، أو على رغبة العميل، وغالبا إيش تحطوا فيها، إيش الناس يطلبوا؟ قصدك التعبئة يعني؟ أي التعبئة. بالضبط، التعبئة هي تختلف، هي حلويات، هي ألعاب، هي أحيانا فلوس، احيانا عبارات يكتبوها عيديات. بالضبط. في اوقات يقول لك الناس لا انا ابغى مثلا هذا النوع معين من الحلويات، انا ابغى هذا النوع معين من الالعاب، فانا اصور كل شيء اوريها للعميل اقول لها يعني زي ما هي حابه، فهي تختار. احيانا بعضهم شفتي زي عندي بنيات الكندر يطلبوا الكندر ويطلبوا جواتها فقط كندر. ايوه على الشوكولاته اللي يحبوها ونوعيه الحلاوه عليك نور. فيعني هي على حسب طلب الزبون، اوقات يقولوا ما نبغى تحطين احنا انت تعبئه، احنا نبغى احنا نعبيها كيف يعبونها؟ يعني ترسلينها لهم هم يعبونها؟ بالضبط، يعني انا ارسلها لهم هي كذا جاهزه، يكون فيها مكان للتعبئه. بالضبط، انا عندي زي الفتحه الخلفيه المخفيه في الخلف تكون بالعاده، بحيث انهم يفكوها بسهوله، يعبوا ويقفلوا ما يبان شيء ما كانه مفتوح نهائيا. الله. طب يعني اوكي، انت قلتي انت وخواتك يعني ما شاء الله عليكم تشتغلون على هذا المشروع زين، ابي اعرف وش طموحكم؟ ايش اللي حابين توصلوا له بهذا المشروع؟ الحمد لله طموحنا التوسع، طبعا طموحنا يكون عندنا معمل، والحمد لله اتمنى يكون في احد داعم لنا يعني، وننشئ لنا خط انتاج خاص فينا باسم بنيات اللؤلؤ، يصير نقدر نوزع على المحلات الموجوده في محلات الحفلات الموجوده في السعوديه يعني، بحيث انهم اغلبهم يعني ياخذوا يستوردوا، في بعض المحلات اغلبها تستورد بنياتها من الخارج. صح. فاحنا ودنا نكون احنا المصدر الرئيسي للمحلات هذه. وان شاء الله يا رب، عاد هي الاقبال عليها واسع وان شاء الله الخير في الطريق. طيب اقوم اجرب؟ جربي. انا كمان بالاثنين؟ ما ادري زي ما تحبي، هي زي ما تحبي، انا حطيتها هي واحدة عادية، هي ممكن يعني على طريقتين يعني، هي ممكن انه طبعا في عيد الميلاد بس في طريقتين ولا في الحفلة، في طريقة سحب الحبل وفي هذه الطريقة. هو ايش اللي المفروض ينضرب، ده ولا ده؟ هو كله يعني ينضرب. حطيح لهذا، ولكن في حبل هنا اللي هو اوكي، هنا نسحبه. اوكي، وطبعا في الحفلة الله على الحلويات بتكون مليانة. يا الله مرة حلو. طبعا الأطفال في الحفلات يجروا عليها ويلملموا الحلويات ويلملموا، مرة حلو. يديك العافية يعني من جد، مرة شيء حلو في الحفلات، ومرة الأطفال حيحبوه، ومرة بيضيف نكهة وشيء جديد خصوصا في الأعياد كمان. ريم بوالك تصير أقوى. أقوى هي ما أقوى. يعني أنا سويتها هذه، راعيت ظروفكم اليوم إتيكيت واستديو كذا، فخليتها شيء بسيط يعني، ولا هو حالاتها أصلا لما تكون وقت طويل يلعبوا فيها الأطفال، إنه يلعبون ويضرب يستمتعوا وقت أطول يعني. صح. على بال ما يكسرها أو أول واحد يعني يعني لما تكون معلقة زي كذا وبعدين يجوا يضربوها تنفك على طول، ما لها طعم يعني، حالاتها بالمحاولة أكثر من مرة يعني. الله عليك.
إبداع فعلياً الأمانة. يعطيك العافية زينب، يعني الفكرة جديدة ما نشوفها كثير عندنا، والحمد لله أنهم بناتنا ويعني خواتنا وبنات سعوديات قاعدين يسوون أشياء جديدة وحلوة الأمانة، شيء مرة حلو. وإن شاء الله يا رب قريب يعني نشوف بنياتا لولو تكون يعني من البراندات اللي متصدرة في عالم الحفلات، لأنه شيء جدا جميل. لكن كمان أبغى أعرف نصيحتك للأمهات الآن في وضعنا الآن، يعني إحنا كمان نصير شوي واقعيين، لأعياد الميلاد، المناسبات الصغيرة حقت أطفالهم، إيش اللي ممكن تقولين لهم يسوونه في حفلاتهم بشكل عام، ما أنك مهتمة في مجال الحفلات بشكل عام؟ يعني إيش قصدك من ناحية إيش؟ من ناحية مثلا الحين ممكن الأمهات يحسبون أنه خلاص إحنا فكينا الحجر على سبيل المثال، فتقول لك خلاص أنا بعزم الجيران وعيال العم وعيال الخالة ويجمعون أطفال مرة كثير. ممكن أنهم يعني بعض العوائل يكون الأم والأب مثلا والعيال الأحفاد مع الأخوان، هذه العائلة ويكون في أطفال بالضبط. بس في البعض لا يوسع الحفلة ويكبرها صحيح. يعني يستسهل في الموضوع. لا بالضبط، احنا الحين في زمن لسه انتشار الوباء، يعني الله يكفينا الشر وإياكم، يعني لكن نهائيا ما أيدهم انهم يجتمعوا يعني كثير، لكن يسوي فيه ناس ما شاء الله الحين يعني اقبلوا على فكرة انه يسوي البنيات في البيت، يعني هي اساسياتها بسيطة فيسويها بشكل صح. بسيط ممكن، لكن زي ما شفتي احنا عندنا كمان حجم صغير، يعني مو بس هذا الحجم اللي عندي، كمان عندي حجم صغير، يعني في بعضهم تقول هذا الحجم كبير علي انا ما عندي الا طفلين ثلاثة اربعة، فعندي احجام صغيرة كمان تناسبهم بسعر ارخص اللي يعني تكفي طفل طفلين كذا. جميل. طيب لما يكون عندي حفلة متى المفروض اتواصل معاكي عشان تجهزيها، يعني كم يوم يعني اقل شيء؟ هي شوفي يفرق عن المواسم يفرق عن الايام العاديه. أيوة. بالعاده انا دائما اقول للعملاء عندي اقول لهم قبل الحفله قبل المناسبه باربع بخمس ايام، بحيث انه لانه الطلب لما يجيني هو مو بس يجيني طلب واحد، هي تكون عندي طلبات مجدوله يعني، فعشان يمديني اقدر يعني بالتايم يعني اعطيهم اياه على الوقت بالضبط، يعني لانهم هم يحددوا تاريخ محدد، فانا هي توصلهم ان شاء الله في التاريخ المحدد بالضبط. يعني حاليا صار صعب السيطره على منصات التواصل الاجتماعي واخذ الطلبات صح. والرد على الاستفسارات وكذا. أيوة. فالحمد لله حاليا ان شاء الله قائمين على فكره موقع الكتروني باذن الله، يكون سهل على العملاء كمان انهم يتواصلوا معنا يطلبوا الطلب يدفعوا اونلاين يوصل لهم الطلب بالضبط، لانه يعني ما شاء الله مع التوسع اللي صاير فصار صعب علينا انه نستقبل كل شيء، حتى التواصل مع شركات الشحن والتوصيل وكذا صار شويه يعني صعب علينا، فالحمد لله نقول ان شاء الله باذن الله قبل عيد الحج باذن الله يكون الموقع الالكتروني حقنا جاهز يقدروا يطلبوا بسهوله بامر الله ان شاء الله. يعني بتوصلوا لكل انحاء المملكه بالضبط بالضبط، يعني انا واخواتي الحمد لله عندنا يعني في اكثر من موقع، يعني في مكه وفي الدمام، لكن هنا مركز الرياض الرئيسي هو يوزع على كل مناطق المملكه الحمد لله. حلو زينب، بديك العافية وشكرا لك، وفكرتك مرة حلوة، وبالفعل يعني شايفين احنا اقبال من الناس والاطفال كثير على البنيات وفي كل المناسبات، حفلة نجاح، عيد ميلاد وغيره، يعني شكرا لك وكل التوفيق لهذا العام. شكرا لكم حبيبتي، الله يسعدك. شكرا لك. مشاهدينا احنا مكملين معكم فقراتنا، ولكن انتظرونا بعد الفاصل.